يسعد صباحكم عن جديد. وصلنا معكم لفقرتنا الطبية اللي رح نحكي فيها عن داء السكري، هذا المرض المزمن يلي بيصيب الجسم لما يعجز البنكرياس عن إنتاج مادة الأنسولين بكمية كافية، أو وقت يعجز الجسم عن استخدام هاي المادة بشكل فعال. 100% يا نور، بيأثر السكري على بقية أعضاء الجسم للأسف، وبيكون سبب لآلام شديدة بالأطراف. عن هالموضوع حيكون حديثنا مع دكتور زياد زودة، استشاري بأمراض الغدد الصم والسكري، لنعرف طرق العلاج الصحيحة والوقاية إن أمكن. صباح الخير دكتور. يسعد صباحك يا دكتور، أهلا وسهلا فيك. خلينا بالبداية نأخذ من حضرتك تعريف طبي واضح لداء السكري. مثل ما كنتوا عم تقولوا بالمقدمة، إنه إحنا إما ما عنا أنسولين أبدا، هذا بصير أكثر شيء عند الأطفال، بنسميه السكري الشبابي، أو بيكون في أنسولين إما الكمية غير كافية أو في مقاومة لعمله، يعني الكمية الموجودة ما عم تقدر تشتغل. أكثر سبب ليصير السكري هو النمط الثاني بنسميه نحن، وهو الشائع أكثر بسبب تغيير نمط حياتنا وزيادة الوزن. عم نعجل بحدوثه أكثر وأكثر. نحن في عنا مستقبلات لحتى يشتغل الأنسولين. بدها تتحد الأنسولين مع المستقبل، وقت تسمن الخلية يعني وقت يزيد وزننا، عدد المستقبلات محدود، وبالتالي بصير في مقاومة لعمل الأنسولين حتى ما يقدروا يشتغلوا بالشكل المضبوط. تماماً، ما في حدا يمسك بإيد السكر ويفوته للخلية، هي لنبسطها أكثر. طيب دكتور، أعراض السكري يمكن صارت معروفة بالنسبة لكتار، ومع حضرتك حكيناها بعدة فقرات، ولكن السكري إذا أهملناه وما ضبطنا مستوى السكر بالدم، شو الأعضاء الثانية اللي ممكن يضربها؟ هلا الخلايا العصبية خلايا نبيلة، وكثير بنشوف خاصة هلا بفصل الشتاء مثل ما كنتوا عم تقولوا كمان، انه في عنا آلام بالطرفين السفليين. دكتور انا مثل الماشي على بحص، مثل الخدران، تنميل، حرقان، وبينتقل مطرح لمطرح، يعني ما بيكون بنفس المكان، وكثير من الأحيان نفقد الإحساس، يعني خاصة بالبرد هلا بيقربوا كثير على الصوبة أو مكان تدفئة، بصير في حروقات وهن مو حاسين أو بيشيلوا مثلا دولة القهوة السخنة كثير وما كثير بينتبهوا إنه سخنة. إي يعني بدنا ننتبه كثير، خاصة بنهاية، لأنه النهايات العصبية في عنا أوعية دموية شعرية بتغذيها، وقت يرتفع السكر بتتأذى الأوعية الدموية الشعرية، وبالتالي بصير في عنا مشاكل بالأعصاب، وبصير في عنا هالآلام. وإلها طبعا حلول، بس بنشوف كثير عم ياخذوا فيتامينات وفكروا انه الفيتامين هو الحل اكيد مو الفيتامين هو الحل. بي 12 فورا. ايه يعني، ومع وقت نعمل معايره بنلاقي مرتفع بالدم وارتفاع نسبه الفيتامين بتضر، يعني وقت في انسمام بالفيتامينات، وبنلاقي اوقات اكثر من مصدر للفيتامين عم ناخده، كثير غلط. اهم شيء هو ضبط السكر. كل ما ضبطنا السكر اكثر، كل ما بنعيش حياتنا بشكل امن. وضبط السكر مو بس انه نشوف السكر على الريق، أكثر مرضانا بيحللوا على الريق. دكتور أنا سكري على الريق 100 أو 110، طيب بعد الطعام ساعتين أنا بس 200. 200 رقم مرتفع كثير، لازم يكون على الريق تحت 120 ملي جرام، بعد الطعام ساعتين تحت 160 ملي جرام، ومخزون السكري اللي هو الخضاب السكري تحت 7%. إذا تحققت هالثلاث شروط بتكون أمورنا بخير. طبعا نلتفت للأمور الثانية كمان، الكوليسترول والشحوم والضغط كله بده يكون مضبوط. وكمان في عنا نحن العين كمان الشبكية، كثير بصير في اعتلالات شبكية بسبب عدم ضبط السكر. القلب كمان بصير في عنا سكتات قلبية ومشاكل قلبية. الكلى كمان، الكبد، الكلية، كلها هي أعضاء نبيلة. كل ما كان سكرنا مضبوط، كل ما عشنا حياتنا بشكل آمن. حتى وقت ناخد حبوب فموية، والله أعطاني دواء من 10 سنين ضليت عليه، مكملين عليه كمان 20 سنة. وكثير دكتور من 10 سنين شفتك انا ماشي على دواء، بنعمل تحليل البوله والكرياتينين، مليان الكرياتينين بالعلالي، بيقولوا انه الدواء ضرب الكليه. لا، عدم ضبط السكر وعدم المعايره وظائف الكليه والكبد اقصى حد كل 6 أشهر مره. اوكي، هون لازم ينتبه هذا الشيء المريض. طيب دكتور، الاعراض اللي حضرتك ذكرتها بين بين الاعتلال والخدران اللي ممكن يصيب الاطراف وكل هاي الاشياء، ممكن نشوفها كمان عند مريض السكر الشبابي، يعني عند المراهق او مرحله الشباب، ولا لا هي بس للكبار بالعمر؟ النوع الثاني بتصير عند الكل نور، لانه السكري الشبابي بيبدا على عمر اصغر وبيرافق المريض لفتره زمنيه اطول. معناتها نحن كل ما طول السكر اكثر وكان غير مضبوط، برجع باكد، كل ما كان مشاكلنا اكبر،
وكل ما كان سكرنا مضبوط لو رافقنا المرض لأنه ما في دواء شافي. أنا دكتور أخذت الدواء تبطل من السكر، ما في شيء، نضل نعاير. يعني أوقات بيكون في بيجي على يكون في زيادة وزن كبيرة مثل ما حكينا، جرنا عملنا حمية معينة، عملنا أوقات قص معدة، عملنا شيء معين نزل وزننا، ضبطنا السكر، ضبط السكر، بس نحن بدنا نضل نراقبه. يعني جهاز فحص السكر المنزلي ضروري يكون موجود بكل بيت. هذا جهاز كذاب ما بعتمد عليه بروح على المخبر، بالعكس في عنا أجهزة ببلدنا مستوردة من كثير من بلدان يعني محترمة، والجهاز بيعتمدوا عليه بأحسن المشافي بالعالم. نضبط فيه السكر بشكل آني وذاتي، مثل يعني ميزان الحرارة، مثل ميزان الضغط، لازم يكون موجود بكل بيت. طالما ذكرت الضغط دكتور، خليني أقول بس كلمة يمكن تعطي أمل لكتار أو تصبر كتار. في ناس رب العالمين يعني حط فيهم مرض السكري، في ناس عندهم ضغط، في ناس عندهم أمراض بالبصر، ضعف بصر مثلاً، في ناس عندهم قولون عصبي وتشنج، في كتير أكلات محرومين منها ما بيقدروا يأكلوها. ومثل ما ذكرت أنا ما شخصياً من احتكاكي بالأطباء ومن أصدقائنا ولا حدا عنده كولون وتعالج وطاب خلاص بالمرة وصار يقدر يأكل الأكلات اللي بيقدر ما كان يقدر يأكلها، فلذلك السكري بدنا نتعايش معه. طيب دكتور كيف ممكن أقي نفسي من السكري أنا؟ إذا أنا ما عندي سكري ولكن في قصة عائلية رح يطلع عندي أكيد؟ لا، نحن وقت ما بنولد مبرمجين يصير معنا شيء بالمستقبل. كل ما كان نمط حياتنا صحي أكثر كل ما أخرنا ويمكن ما يصير معنا. يعني كل ما أكلنا أكلات فيها سعرات حرارية أقل، كل ما أخذنا ألياف أكثر، خضار وفواكه طازجة، بعدنا عن المقالي، عن المعجنات، عن الأجبان المربعة والمدورة، عن المعلبات، كل شيء فيها مواد حافظة. كل ما عملنا حركة أكثر كل ما كان أفضل. في اعتقاد خاطئ وشائع أنا شو ما أكلت ما بصير معي شيء، بس إزعل، بس أتوتر بيرتفع. هي شماعة اشتغل عليها دائما، الحكي ما له أي أساس من الصحة. هو هي تريجر يمكن الزعل، بس أنت في عندك ورد الزعل هو عندنا كاسة مي مليانة إجت نقطة مي طفت الكاسة. هي النقطة، بس مو هو السبب. يعني نحن ما بدنا نخلي الظروف تأثر علينا، أوكي يعني وضعنا صعب، ولكن فوق وضعنا الصعب ما بده يكون كمان جسمنا علينا، نحن نكون مع جسمنا بدنا نعرف قدر الامكان. بدنا نعرف كل شيء، بدنا نستشير طبيبنا، نوع الدواء وكميه الدواء اللي بدنا ناخذها. بيجي لعنا اوقات عم ياخذوا ضعف الجرعه، يعني لكل دواء الجرعه القصوى هي هالقد. مثلا في دواء معين جرعته القصوى حبتين، اجى لعندي شخص من يومين ثلاثه عم ياخذ 6 حبات من هذا الدواء بالنهار، ما بيصير. عملنا وظائف الكليه طلعت خربانه الكليه. يعني هي القصه كثير مهمه. والله جاري اعطاني الدواء، قرايبي ابن عمي باخذ دواء باخذ مثله، لا. فاذا نمط الحياه الصحي هو افضل حل للوقايه. نمط الحياه الصحي، نوع الدواء وكميه الدواء، واذا احتجنا ناخذ انسولين باوقات معينه ما لازم انه دكتور اخذته بتعود عليه. الحامل بتاخذ 9 أشهر انسولين، بتولد بترجع للحب، بترجع لحياتها. ما في شيء اسمه تعود على الانسولين. وتصير عندنا انتان معين. هلا في عندنا مثلا فصل الشتاء في عنا انتانات، كل ما كان سكرنا عالي كل ما مناعتنا اضعف، وبالتالي ناخذ الميكروب او الفيروس بسرعه اكثر. طيب دكتور خلينا ننتقل للاشخاص يلي بيخافوا من الضعف الجنسي، يلي بيعانوا من داء السكري، كيف فينا نطمنهم؟ كيف فينا نساعدهم ب طبعا ننزل مستوى السكر ويكون الاداء الجنسي جيد نوعا ما؟ تماما. نحن نور في عنا كمان نفس الشيء، حتى يصير في انتصاب في عنا مثل البالونين بدهم يجي عليهم الدم وينتفخوا. تمام. الاوعيه الدمويه الشعريه كنا بنحكي عليها بتتاذى وقت ارتفاع السكر. يعني كل حدا سكره عالي رح يصير اكيد عنده برود جنسي. كثير مهم ينضبط السكر. قد ما اخذنا ادويه وفياجرا واللي هي اللي بدنا الاسماء اللي المقويات الاخرى، المقويات الجنسيه، ما رح يمشي الحال اذا ما انضبط، اذا ما انضبط السكر. والشغله الهامه كمان، نحن ما بدنا ناخذ تستوستيرون وما الى، لانه بياثر بشكل سلبي على البروستات، ويمكن يعملنا اورام بالبروستات. بدنا نعمل تحاليل معايره للواسيمات تبع البروستات، هو البي اس اي والفري بي اس اي، تحت اشراف طبي. واذا اخذنا ادويه معينه بتكون تحت اشراف طبي على شرط ينضبط السكر. اذا ما انضبط السكر ما راح يمشي الحال. تمام. نرجع بناكد يعني ضبط السكر هو الاساس لامورنا كلها تكون بخير.
والخلايا العصبيه خلايا نبيله بدها وقت لترمم، ما رح ترمم بين يوم وليله. تمام. طب دكتور، ممكن يتساءل كثير من الاشخاص اللي عندهم داء السكري، اذا صار في خلل بعضو معين ان كان بالكليه او باعتلال عصبي او بشبكيه العين، عكوس ممكن نعالج ونرجع؟ سؤال كثير مهم ورد. حسب الدرجه، اذا عندنا اعتلال كليه والكرياتينين وصل، يعني هل هي بشكل حاد صارت؟ هل هي بشكل مزمن؟ هلا الشخص اللي كنت عم لكم عليه قبل شوي وقفنا ادويته وصار تتراجع وظائف الكليه تتحسن بشكل، بس انه قديش صار له عم ياخذ هالدواء اللي ما بصير ياخده؟ المسكنات اللي بناخذها، مثلا انا اخذت ابره ديكلون، انا اخذت دواء معين بروفين فولتارين، ما بصير ناخذهم لوحدنا، بياثروا بشكل سلبي، بدنا ناخذهم تحت اشراف طبي ولفتره معينه. اخذ الكورتيزونات اوقات لوحدنا اعتباطيا، كله بيضرب وظائف الانسولين وبيضرب وظائف تماماً. الكبد كمان. بعدين كنا عم نحكي كمان على الكولون العصبي قبل شوي، نحن بقلب الامعاء في عندنا فلورا معويه، هي بتساعدنا بالهضم، هي رب العالمين عطينا اياها، بس ناخذ انتيبيوتيك سطح حيوي لوحدنا عم نقتل. نحن رشحت انا والرشح هو فيروس، اخذت انا اوغمانتين، اخذت الحبه اللونها سودا، اخذت الحبه اللونها صفراء، بياخذوا حبتين ثلاثه بوقفوا، اول شيء صار في مقاومه لعمل هالصاد الحيوي، وثاني شيء قتلنا الفلورا المعويه تبعنا يلي صار هضم بعدين تبعنا ما نو منيح. لازم ننتبه لهذا الموضوع، كثير مهم، ولازم نعرف كيف نختار الدواء بشكل صحيح. ختاما دكتور، بعض الاشخاص بيسالوا امراض مريضين السكري، انا لازم اخذ انسولين ولا حب سكري؟ شو الافضل؟ شو الانسب؟ هلا اذا عندنا زياده وزن ولا ما عندنا زياده وزن، غالبا وقت ما بيدخل الشخص نحن بنعرف من شكله، وقت واحد يجي جلدي على عظمه وسكره عالي وخضابه السكري عالي بده انسولين، بس ياخذ انسولين بيرتاح كثير. اما اذا عنده زياده وزن، الادويه مثلا تركيبه ميتفورمين، التركيبه جليف، يعني في عندنا الدابجليفلوزين، عندنا الامبجليفلوزين، هي بتساعد، بس كله بده يكون جرعه معينه وباشراف طبي. طبعا. وبالتدريج بدها تكون، لان نرجع بنأكد الخلايا العصبيه خلايا نبيله، وكله بده يكون على مهله الشخص يساوي بإشراف الطبي، مو جارنا وقرايبنا. وهي هذا اللي بنأكد عليه على طول. بنتمنى الصحة والسلامة لكل الناس، وشكرا كثير لك دكتور زياد. شكرا كثير لك دكتور، يسعد صباحكم.